الملتقى الوطني الأول من أجل الإعاقة بمدينة القصر الكبير جمع ثلثا من الخبراء والباحثين والطلاب الجامعيين لمناقشة المستجدات العلمية والقانونية التي من شأنها النهوض بالحالة الصحية والاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة. هذا الملتقى تطرق إلى جميع المقاربات سواء كانت اجتماعية، صحية، التكفل الطبي، المقاربة القانونية، الحقوقية. إذن هناك مواضيع كانت مختلفة ومتنوعة ومتكاملة ومنسجمة فيما بينها. الأهداف ديالو الأساسية في الحقيقة هو التعريف بالإعاقة والأشخاص في وضعية إعاقة، ولا سيما حنايا بعد واحد التجربة طويلة اللي استمرت سنين متعددة كنعرفوا بأن الجمهور العريض ما كيعرفش المشكل ديال الإعاقة، ما كيعرفش كيفية التعامل مع الأشخاص في هذه الوضعية هذه. إذن البرنامج من خلال واحد المجموعة ديال الجلسات، مجموعة من الورشات، عادي يتناول بالتحليل مجموعة من الأشياء أهمها التعريف بمثلا اضطرابات معينة كاضطراب التوحد. اضطراب التوحد شكل محور أشغال هذا الملتقى بتطرقه للسبل العلمية والتربوية الجديدة التي من شأنها إدماج الطفل التوحدي في المجتمع بشكل سليم. الطفل التوحدي قبل ما يدخل المدرسة ويتدمج في وسط القسم كيخصو يتخدم معاه قبل شي شوية بزاف الحاجات، فهمتي؟ وأباغ القراية كاين حاجات أخرين بسم الطفل التوحدي، متابعة الدراسة ديالو جزء من المتطلبات اللي خصو، وخصو بزاف الحاجات حتى كيفاش يعيش، كيفاش يندمج، كيفاش يقبل الآخر، وكيفاش الآخر يتقبله. باش يتقبله خصنا هادشي كله نعلموه له بالتدقيق. التدقيق في طرق تكوين الأشخاص في وضعية إعاقة ومناقشة المسالك التربوية التي تهم إدماجهم في المجتمع والاعتناء بهم استنادا لضوابط علمية دفعت إلى اقتراح لجنة محلية لتنفيذ القرارات التي سطرت خلال الملتقى. كان هناك اقتراح تأسيس لجنة محلية لتفكير في إطار استراتيجي على ما يمكن القيام به على المستوى المحلي من طرف مجموعة من الفعاليات ديال المدينة بمشاركة السلطات المحلية والهيئات المنتخبة والمسعى للخارجية من أجل النهوض بهذا المجال على مستوى المدينة. ومن ضمن الأهداف التي يسعى الملتقى لتحقيقها على المدى المتوسط والبعيد هو جعل مدينة القصر الكبير منبرا دوليا للدفاع عن الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة ومحجا عالميا للاحتفاء بهم.